يعني الان حنا كنعيشوا هاد الوقفه من بعد اقل من 14 ساعه لاصدار المحضر الثلاثي الاتفاقي، يعني كيفاش كتشوف هاد الوقفه وانت عضو المجلس؟ الاكيد انه هذا رايي الشخصي، نقول رايي الشخصي الاكيد ان الوقفه كتدخل في اطار حريه التعبير، لان الزملاء المحامين من حقهم ان يعبروا عن موقفهم، ولا يمكن لاي جهه كيف ما كانت ان تقوم بحرمانهم من حقهم في التعبير. من طبيعه الحال هذا الحق في التعبير يجب ان يتم في اطار القوانين وفي اطار احترام الاعراف والتقاليد المهنيه. هذه النقطة الأولى، إذا فالزملاء من حقهم أن يعبروا عن رأيهم وحقهم أن يقوموا بوقفة معينة لحماية الحقوق والحريات، لأن كتبقى مسألة ديال أنه الدفاع عن الحقوق والحريات هي قناعات سمعتيني واختيارات بالنسبة لكل المحامين وكل التوجهات بالنسبة للمحامين. النقطة الثانية هو أنه الإشكال في حد ذاته اللي تطرح منذ الأول طرح هو عنده علاقة بالقانون المنظم لحال الطوارئ الصحية. فنحن كمحامين ونتحدث الآن على الجسم المهني على المحاماة بصفة عامة، نرى بأنه لابد من تنزيل الأمثلة، يعني خص يكون واحد الواقعية في التعامل مع النصوص أو التنظيمية ولا القرارات اللي كتجي في أجل في إطار التدابير ديال الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا واللي جات في إطار النص القانوني المتعلق بمرسوم قانون المنظم حد الطوارئ الصحية. عندما تحدث عن مرفق العداله ملي كنهضروا على المحاكم تنقولوا بان هذه المحاكم راه هي مرفق عام حيوي، وحتى القانون المنظم لحال الطوارئ الصحيه كيقول بان راه التدابير ما خصهاش تمس وتحول دون ضمان استمرار المرافق العامه الحيويه. اذا المواطن او المتقاضي كيف ما كان او المرتفق مع العداله كيف ما كان نوعه وكيف ما كانت قناعته، سواء كان حامل لجواز الجواز التلقيح ولا غير حامل جواز تلقيح، غير حامل جواز تلقيح عن قناعة ولا ربما لأسباب معينة، فمن حقه الاستفادة من مرفق العدالة، لأن ما يمكنش تحرموه من العدالة. إذا لابد للدولة ولابد للمؤسسات العدالة توجد حلول باش توازن ما بين هذين المبدأين اللي هو حماية الصحة العامة وضمان استمرار والولوج المرفق العدالة ولوج المحاكم. هذه النقطة الثانية. فيما يخص المسائل الأخرى المتعلقة بموقفنا في هيئة المحامين الدار البيضاء، اسمح لي غير قبل الموقف ديالكم تكلمنا عن الحق في التقاضي، كيف يمكن التوفيق بين الحق في التقاضي والحق في الصحة العامة؟ مثلا أعطيك مثال، لما صدر المرسوم بمثابة قانون لحالة الطوارئ الصحية سميتو 23 مارس 2020 في أوج الوباء، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات باش نضمنوا استمرار المرفق العام. مثلا الشخص الذي يعمل على حماية حريته ويريد أن يتقدم بشكاية في موضوع معين اعتداء معين، رغم الكونفينمو أن وزارة العدل والسلطة القضائية والمعنيين بالمؤسسات القضائية بما فيهم هيئة الدفاع تم فتح مجموعة قنوات من أجل تمكينه من حق الولوج. مثلا كان كيمكن يقدم شكاية عن طريق الإيميل ديال النيابة العامة، كيمكن عن طريق الواتساب. إذا كتخلق قنوات أخرى عوض الحضور المادي، كتخلق قنوات أخرى باش يمكن ما تحرموش من العدالة. تم وضع ما يسمى الآن بالمحكمة عن بعد أو المحاكمة عن بعد، كان الهدف منها هو أن التوازن ما بين الحق في الولوج للعدالة والمحاكمة العادلة وفي نفس الوقت حماية الصحة العامة. إذا هذه أمثلة اللي كيمكن نقوموا بها باش يمكن انه حتى واحد ما نحرموه من حقوقه. وحتى مساله مثلا شخص مصاب نفسه، لان الشخص المصاب بنفسه راه من حقه انه يستفيد من حقوقه والحريات ديالو في خلال الولوج الى العداله، لان الشخص مصاب بكوفيد نفسه. بالنسبه للتدبير ديال المجلس لهذا الامر هذا وكيفاش كاين دور الجواز؟ دابا بالنسبه لنا حنايا وانا اتحدث ربما رايي الشخصي، انا من الذين ينادون بانه احترام النص القانوني والمبادئ الدستورية فيما يخص أو في التعامل ما بين مؤسسات العدالة. ملي كنهضروا على هيئة الدفاع ما كنهضروش على أشخاص، ما كنهضروش على أشياء معينة، كنهضروا على مؤسسة وضعت في التشريعات الحديثة وفيها اتفاقيات دولية وضعت مبادئ معينة بهدف الهدف من المحاماة نفسه، وهذه القضية ديال سميتو ديال حماية الحقوق والحريات وحماية المحاكمة العادلة. إذا هذه المؤسسة اللي هي مؤسسة العدالة لا يجب أو من غير مستصاغ
ما تشركهاش في التدابير اللي عندها علاقه بالعدل وعندها علاقه بالمحاكم. علاش؟ لان الدستور نفسه تيقول لك بانه لا بد من مشاركه المعنيين باي قطاع معين من اجل تجويد نصوص سواء اداريه ولا قضاء ولا تشريعيه ولا قضائيه. لماذا؟ في اطار المقاربه المعروف الان هو المصطلح المستعمل الان في اطار الادبيه الدستوريه هو المقاربه التشاركيه. لماذا؟ لانه ملي كتشارك الجميع قبل ما توضع قرار ولا نص كيكون الطرف الاخر تقبله وكيمكن اثناء المناقشه كيمكن تبان العيوب، بمعنى ان كيمكن تجود القرار وتجود النص قبل ما يصدر، وكيكون الطرف الاخر استبطنوا واستوعبوا سيغتو اذا كانت مثلا المؤسسه المعنيه اللي كتمثلوا مشاركه فيه. اذا في هذه الحاله تيكون هنا ما يسبب تجويد القرار وتجويد النصوص وتجويد تاع النصوص التشريعيه تاع المستوى العمل البرلماني. اذا راه ملي كتشارك المؤسسات كلهم كتكون ضمنتي ما يوقعش هذا النوع من الصدامات، كتكون الكل الاصل هو ان الكل يسعى الى المصلحه العامه، الكل يسعى الى حمايه الصحه العامه. لا اظن ان هناك عاقل في اي ميدان كيمكن انه يتبنى شي قرار اللي فيه ضرر للصحه العامه، ولكن في نفس الوقت حتى النص نفسه راه كيقول لك لا راه الاهميه ديال الصحه العامه مثلها مثل اهميه الولوج الى العداله والدفاع عن الحقوق والحريات. لان الشخص اللي ما كيحس بالامن القضائي راه بطبيعه الحال انه لا يمكنش نتحدثوا على دوله الحق والقانون، لان الامن القضائي من الصحه العامه. اذا في هذا التوازن كيمكن ان نوصلوا الى اننا نحافظوا على هذه الحمايه الصحه العامه وحمايه حتى الحق في الولوج. هذا بالنسبه لنا، بالنسبه لنا للمستقبل ولا قبل المستقبل الافق. الان درنا هذا التشخيص، الان شفنا نظركم شنو هو الحل؟ البارح كان حل بالنسبه للمجلس انه انا مع احترامي ربما قد اعبر عن رايي كذلك، مع احترامي لكل الفاعلين في القطاع بما فيهم الزملاء والمجالس والاعضاء بالنسبه للهيئات الاخرى، كان لابد من ايجاد حل يراعي مصلحه المواطنين ومصلحه المرتفقين والمتقاضين. لان رسالتنا في المجتمع الانساني هو اننا نضمنوا المحاكمه العادله والولوج المحسنين للجميع. اذا كان هناك خطا سواء منا او من الطرف الاخر فلا بد ان نجد له حل واسرع وقت. في طبيعه الحال احنا لسنا في اطار صراعات سياسيه ولا لا، نحن اسره حقوقيه هدفنا هو حمايه الحقوق. لسنا في اطار ما يعرف في الادبيه السياسيه المعارضه والاغلبيه، لا هذا ما يطرح بصفه نهائيه. قد تكون هناك اختلاف في وجهات النظر في مقاربات بعض الاشكاليات، ولكن الهدف هناك كل مكونات العداله سواء تعلق الامر بالاداريين او بالضبط، سواء تعلق الامر بالسادة القضاة في اطار السلطه القضائيه، سواء تعلق الامر بالقضاة الواقفين او ما يسمى بالنيابه العامه، سواء تعلق الامر بالمحامين وغيره من مساعد القضاء. فهؤلاء كلهم يشكلون فرقاء بهدف واحد هو الوصول الى العداله وتمكين المتقاضين من الوصول الى العداله. اذا ما المفروض ان يكون هدفنا ككل هدف واحد هو نحافظ على التوازن ديال ميزان العداله. لا يمكن ان تتصور في دوله حديثه ولا في دوله الحق والقانون غياب هذه الفرقاء، ولا يمكن ان تتصور خضوع احد الفرقاء للاخر. هما يتواجدون في مرتبه واحده للحفاظ على التوازن ميزان العداله، والهدف هو الوصول الى العداله والوصول الى محاكمه العادله، العداله ولو نسبيا. الحقيقه المطلقه يملكها الله سبحانه وتعالى، ولكن في اطار الاجراءات المسطريه والاجراءات القانونيه كلنا نسعى الى الوصول الى الهدف هو تمكين المواطنين من الحق في المحاكمه العادله. اذا ربما هذا سوء التقدير بين قوسين نقولوا هو اللي خلى هذه الاشياء كامله وقعت، ولكن اظن انه من خلال النقاش اقول من خلال النقاش كان هدفنا هو ان نرجعوا الامور الى السير الطبيعي في اطار اشراك الجميع ومشاركه الجميع في التنزيل الامثل للقانون المنظم لحاله الطوارئ الصحيه. كلنا نعرف بان الانسانيه كلها تعيش هذا مشكله الوباء، وهناك نقاش فكري ونقاش سياسي ونقاش اقتصادي ونقاش علمي اللي مطروح لحد الان
من الصعب جدا أن أعطيك جواب حول الوباء، من وضع الوباء، هل هو صوري، هل هو مفتعل، هل باقي لحد الآن مطروح طريقة الانتشار ديالو، المستفيد من هذا الوباء وغيرها، هي نقاشات فكرية ونقاشات سياسية ونقاشات اقتصادية وغيرها. هذا ولكن ما يهمنا الآن هو أن نتعامل مع هذه الأزمة، نحن كفاعلين كمسؤولين في إطار تدبير الأزمة، وهناك علم تدبير الأزمة وآليات تدبير الأزمة. من المفروض أننا نتعامل في إطار تدبير الأزمة وتنزيل الأمثل القوانين اللي المفروض وضعت الآن بهدف تجاوز هذه الأزمة. وهذا التفعيل طبيعة الحال لا يمكن أن يكون أن يعطي أكله إلا بإشراك كل مكونات، ليس فقط على مستوى قطاع العدالة، في كل مكونات المجتمع. الأكيد أن نتمنى أنه تكون هذه مجرد سحاب الصيف كما يقال، وترجع الأمور، وأتمنى أن ترجع الأمور إلى مجريها في جميع محاكم المملكة.